بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! وصلت بعثة فريق النادي الأهلي فندق الإقامة في الجزائر استعداداً لمواجهة وفاق سطيف يوم السبت اللي جاي في لقاء العودة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد رحلة طيران خاصة من مطار القاهرة للعاصمة الجزائرية. ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لايف لوصول البعثة. وفاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 29-45 في انطلاق مواجهات الفريق في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال الكؤوس اللي بتتلعب في النيجر، وهيلعب الزمالك تاني مبارياته النهاردة في مواجهة نعمي النيجيري. ونجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني الأول للتنس في التأهل للدور الثاني من بطولة كارلسرو المفتوحة للتنس اللي بتتلعب في ألمانيا، وتأهلت ميار بعد فوزها على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا بمجموعتين، وجت نتائج المجموعات 6-2 و6-3 في مباراة استمرت 78 دقيقة من اللعب. فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح حقق الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح على ملعب فيلا بارك في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الإنجليزي، وبكده بيحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبيتأخر الريدز بفرق الأهداف عن مانشستر سيتي متصدر البريمير ليج برصيد 86 نقطة برضه. وفي الدوري الأسباني حقق فريق برشلونة فوز كبير على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الأسباني. بالنتيجة دي بيأمن فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 72 نقطة بعد ريال مدريد حامل اللقب والمتصدر برصيد 81 نقطة، وسيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 43 نقطة. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن أنه اتوصل لاتفاق على ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وكشف السيتي في بيان رسمي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي عن انتهاء إتمام الصفقة مع المسؤولين في نادي بروسيا دورتموند عشان يكون انضمام هالاند في شهر 7 اللي جاي. ومن ناحية تانية أعلن نادي بروسيا دورتموند ضم المهاجم الألماني كريم أديامي لاعب سولزبرغ النمساوي بشكل رسمي لتعويض رحيل المهاجم النرويجي هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.